امير. ايه يا احمد، ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتزيد في الباب. فين روعه؟ فين روعه؟ بس اهدي يا، واحنا جايين روعه قالت هتعدي كده تشتري شويه حاجات وهتيجي. طب انت تقفل الباب ليه؟ عشان بصراحه كده في كلمتين عايز اقولهم لكم، ما لقيتش غير الفرصه دي. ايه خير خير يا رب. انا بصراحه كده يا اميره بحبك انت وعين عليكي، وبصراحه كده مش قادر ولا عايز اكمل مع روعه. يا نهار اسود، اللي بتقوله ده انت اتجننت؟ لا ما اتجننتش، وما تفهميش غلط، انا برضو عايزك في الحلال. تفهمش ايه غلط؟ انت كاتب كتابك على روعه اختي. بس لسه لا فيه فرحة عمل ولا اي حاجه، يعني عادي اطلقها وكل واحد يروح لحاله، ايه المشكله؟ لا انت بتهزر صح؟ انا بتكلم بجد. لا 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 انا انت بتهزر، انا مش هسيب كل الكلام ده انت قلته لي. ما حصلش حاجه اصلا. اميره اسمعي، ما حصلش اي كلام، انا ما سمعتش حاجه. يا بنت الناس انت وروعه اخوات، بس انا بقول لك انا عايزك انت، انا مش قادر اكمل معاها. انت تقدري تكملي مع شخص انت مش عايزاه؟ والبنت روعه اختي. احمد هو فين؟ هو الصوت ده؟ بقول لك كده انا ما بحبهاش. طب ويا اختي، طب اللي قلبها يتكسر. انت مش هتتكلمي في اي حاجه ولا هتقولي اي حاجه، انا اللي هفتح معاها الموضوع، وبالنسبه للاهل انا برضو اللي هتكلم معاهم واقول ان انا مش هتجوز واحده ما بحبهاش وشايفها زي اختي. وبالنسبه لكتب الكتاب واللي حصل، انت عارفه كويس ان كان بسبب ضغوطات الاهل. انا مش مستوعبه اللي انت بتقوله ده، انا مش مستوعبه حاجه. اميره انا خلاص مش قادره اكمل، وما صدقت ما جت فرصه ان انا اتكلم معاك واقول لك كل الكلام ده. طب سيبني ده بفكر. ماشي بس ما تجيبش سيره لحد خالص، ولا روعه ولا اي حد. ما تقلقيش بس يا ريت ترد عليا بسرعه. طيب دي اخرتها يا احمد؟ لو انا اللي جايبه لك الهديه وبقول يا رب تعجبك، احسن حاجه ان انا هبين ان انا ما عرفتش اي حاجه. جو حر. سلام. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا بقى عريس وفرح وهتقول لي عايز اجازه، اديك اسبوع يا عم. اهدى على حالك يا عم كده بالراحه، افهم الاول. افهم ايه يا ابني؟ شيل من دماغك بقى موضوع العريس ده خلاص. ما تستغربش انا هفهمك، مش في تحاليل بتتعمل قبل الفرح؟ ايوه صح. رحت احنا عملنا التحاليل دي، والحمد لله يا رب من حسن الحظ انا اللي رحت استلمتها، وروعه طلع عندها المرض الوحش ده، وفي اخر في اخر ما راح له يعني. لا اله الا الله، يا نهار ابيض. وهي عباره اكيد اتصدمت يعني لما عرفت الموضوع. لا اما ما جبت لها السيره عن الحوار ده اصلا. ايه ده، يعني انت ما عرفتهاش اي حاجه؟ لا ما عرفتهاش والله. انت ابن اصول، طب هتلغي الفرح ليه برضو؟ ما فهمتش. ابن اصول ايه يا عم، انا هخلع منها وكل واحد هيروح لحاله. تطلع منها؟ الناس بتتجوز عم سلام عشان ترتاح، انا اتجوز عشان اشيل الهم وادور اجر عند دكاتره، بس بالطريقه يعني ما تقلقش. طب ما انت كده الناس هتقول عليك ندل لما تخلع عشان البنت مريضه. لا ما انا مش هعرفها حاجه زي كده، وهتكلم معاها بسيره ان انا بصراحه كده شايفك اختي ومش قادر اكمل، وانا عارف احبك، ومن الجنب التاني لفيت على اختها. اختها اميره؟ اختها اميره، وفتحت معاها الكلام وقلت لها ان انا بحبك انت وعايزك انت، بحيث اي حاجه كان هتروح لروعه يبقى راحت لمين؟ لاميره. لاميره، وانا ما طلعش خسران في الموضوع. والجوازه هي يا دوب بدلت الاسماء. بالظبط كده، شلنا دي حطينا دي. تعرف يا احمد انت كل يوم بجد بتثبت لي ان فيه ليفل اعلى في الندالة. بقول لك ايه، انا مش جاي احكي لك عشان تقعد ترمي لي الكلام ده، انا بحكي لك عشان احنا قريبين من بعض يا عم سلمى، برتاح معاك في الكلام. طب بحق الصحوبيه. انت كده روعه بالنسبه لك خلاص. ايوه يا عم انا فتحت اختها، ولسه بقى اتكلم مع روعه بقى في الكلمتين اللي قلت لك ان انا شايفها اختي ومش مرتاح ومش بحبها ولا هقدر اتجوز، يعني مش هخسر حاجه يا عم سلامة. ماشي. بقول لك انت هتقعد تدي الواحد كلام وانا مش ناقص، انا مبسوط يا عم. يلا سلام. مشكلة في المسكينة دي، ده حتى مش عايز يقول لها. يا ساتر يا رب، هو في وطيانة وندلة كده؟ عين عليك يا روعة. يا روعة يا بنتي. ازيك يا حاج؟ عامل ايه يا حبيبتي؟
الحمد لله. مال مالك كده شكلك مش عاجبني، فيكي حاجة ولا ايه يا بنتي؟ اه لحظة بس عشان يبقى الكلام قدام الكل. أميرة الدرجة دي ولا ايه؟ أميرة تعالي بعد إذن. فيه يا روح؟ هتفهم دلوقتي يا بابا كل حاجة. استرها يا رب. تعالي بعد إذنك اقعدي. ايه يا حبيبتي؟ تعالي بنشوف أختك مالها كده، زعلانة ليه؟ ايه يا حبيبتي اللي مزعلني؟ ولا أي حاجة، تعالي اقعدي. بقولك يا حاج، أنت بتتمنى لي دايما الخير وبتتمنى لي كل سعادة صح؟ طبعا يا بنتي. أنا مش قادرة إن أنا أكمل في الجوازة دي. نعم. أنا عايزة إن أنا عايزة إن أنا تكلم أحمد وتقول له كل شيء اسمه ونصيب. إزاي يا بنتي؟ إزاي؟ هو حصل حاجة طيب يا حبيبتي؟ استني بس يا أميرة يا بنتي، استني. ده أنتوا كاتبين كتابكوا أكتر من 3 شهور. الناس تقول علينا إيه؟ عارفة، عارفة إن ناقص على الفرح أسبوع وإن إحنا مكتوب كتابنا بقالنا 3 شهور. عارفة، عارفة وعارفة كلام الناس. بس أنا مش قادرة إن أنا أكمل. أنا أحمد بالنسبة لي أخ وبس. أخ؟ طب إيه اللي خلاك غيرتي رأيك مرة واحدة؟ عادي يا أميرة. لا أكيد في حاجة. لا لا يا بابا، أنا بجد أنا مش شايفة أحمد غير إن هو أخ وبس. بعد كل الفترة دي جاي دلوقتي تقولي لا ده كنت شايفاك أخ؟ الحمد لله إن أنا خدت بالي وحسيت بالإحساس ده من قبل ما يبقى مقفول علينا باب واحد. أميرة أختك حصل لها حاجة ولا إيه؟ معرفش والله يا بابا. فهميها، فهميها. الناس هتلسن علينا بكلام وحش. بابا بعد اذنك، انا سالتك في اول الكلام، بتحبني وبتحب سعادتي ولا لا؟ طبعا يا بنتي. بس طبعا يا بنتي يبقى بس. طب يا حبيبتي مش قولي الحقيقه، مش قولي لبابا. عشان خاطري والنبي يا بابا، والنبي كلم احمد دلوقتي وقول له ان هو يجي. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. حاضر يا بنتي. كلمه دلوقتي. الو؟ ايوه يا احمد يا ابني. هو في ايه بالظبط؟ عايزني وتعالى ضروري. هي أميرة لحقت تقول له حاجه؟ حتى لو قالت له خلينا نخلص بقى يبقى كل حاجه على المكشوف. برضو عماني كنسل يا بنتي. يا بنتي فهميني قبل فات الاوان. خلاص يا بابا بعد اذنك. حبيبتي لو في اي حاجه انا ممكن احلها. اتفضل. خش خش يا احمد يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا ابني. ازيكم؟ ازيك يا عمي؟ اهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا احمد، قدام اهلي اهو، اختي الكبيره وابويا. انت بالنسبه لي اخ وبس يا ابن الناس، ويا ريت ان احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. والله بصراحه كده يا عمي، انا كنت برضو حاسس نفس احساسها، وكنت عايز اقول كده من زمان، بس كنت مستني الوقت المناسب. الوقت المناسب بعد ما نكتب كتابكم؟ ما انت بعد الفتره دي كلها يا احمد يا ابني. انت يا عم اللي استعجلتونا. وانت اللي ضغطتوا. هو عنده حق يا بابا، هو عنده حق على فكره. انت حضرتك انت ووالده انتوا اتفقتوا بسرعه بسرعه وما كانش اصلا ده الوقت المناسب. طب ليه يا سؤال يا ابني؟ اتفضل. بس جاوبني بصراحه يعني. اتفضل. هي في حاجه احنا مش عارفينها مش راضيين تقولوها؟ من ناحيه روعه مفيش، بس من ناحيه اميره فيه. نعم. ازاي يا ابني؟ يعني انا شارع اميره. شارع اميره؟ وعايز اخطبها. انت بتقولي يا ابني؟ زي ما سمحت يا ابني. واحنا في تبادل سلع؟ لا يا عمي. ثانيه يا روعه. ثانيه بس، ثانيه. زي ما خدت موافقتي في الاول، وهي حقها على فكره ان هي تاخد موافقتها. شوفها موافقه ولا لا؟ شوفها. طب بص يا ابني. نعم يا عم. ادينا مره نفكر. ماشي يا عم، وانا هستنى ردك. ماشي. اتفضل يا ابني. اتشرفت. السلام عليكم. سلام. اتجنن ده ولا ايه؟ ايه الكلام انت بتقولي ده؟ اميره الناس تقولوا علينا ايه؟ اميره مش فاهم انا، ما عجبوش دي راح ياخد دي. بابا اميره، رايك ايه عروستنا؟ رأيك ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. انا بتهزروا صح؟ لا انت مهم. ايه رأيك في احمد؟ ايه رأيك؟ موافقة صح؟ موافقة؟ موافقة؟ موافقة صح؟ اهي يا بابا، يعني السكوت علامة الرضا، هنستنى اكتر من كده ايه؟
هو شكله بيحبها على فكرة. يا جي أحمد، ده هم ونزاح، أخيرا بقى خلصت. وبعدين من الرقم اللي عمال يرن ده ما نشوف مين. ألو دكتور؟ طيب ماشي، حاضر جايلك، حاضر ماشي، مع السلامة. وفي كل اللي يكلمني مستعجل، تعالى بسرعة تعالى بسرعة، ايه الحكاية النهاردة؟ السلام عليكم. عليكم السلام استاذة روعة. معلش انا اسف ان انا بوقفك في الشارع وكده، بس انا بس يعني هستأذنك اخد من حضرتك كلمتين وبعدها انا مش هوقفك تاني. اتفضل. خير؟ الجو حر اصلا. انا عرفت ان حضرتك يعني ما حصلش نصيب انت وخطيبك يعني. فانا بصراحه كده كنت بيني وبينك كنت معجب بحضرتك وكنت عايزك اتقدم، بس قلت طبعا اشوف الاول هل حضرتك في قبول قبل ما اجي يعني واتحرج وكده، وان شاء الله والله اللي انتوا عايزينه انا موافق بيه. تمام، اهلا بيك في اي وقت. لو كده انت تقدر ان انت تيجي تقابل والدي. متشكر جدا. بعد اذنك. اتفضلي. ربنا يقدرني بقى وافضل معاها ان شاء الله وتخف. مسكينه مش عارفه حاجه اصلا لحد دلوقتي. اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اتفضل اقعد. الله يسلمك. خير؟ كلمت قلت انك عايزني. كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا عايزك تسامحني. مش فاهم. عايز التحاليل بتاع الاستاذه روعه اتبدلت. اتبدلت ازاي يعني؟ اتبدلت في التحاليل عادي. ايوه يعني ايه المشكله برضو؟ يعني الدكتور الاستاذه روعه ما عندهاش حاجه. ما عندهاش حاجه؟ نعم. زي ما بقول لك. اتجننت؟ هو انا جاي مستشفى ولا جاي ملاهي؟ يا استاذ اهدى. اهدى ايه وزفت ايه؟ ده كل حاجه باظت. الله يخرب بيتك، على يخرب بيت الشخص اللي اتبدلت معايا التحاليل. يا استاذ الشخص ده هو انت. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده. لا انت اكيد بتخرف صح؟ لا يا استاذ مش بخرف. يعني ايه؟ يعني ما تفهمني. يعني التحاليل اتبدلت مع حضرتك. وانا جبتك عشان تأسف لي. يعني انا الشخص اللي عنده المرض الوحش. ازاي؟